السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين عشان بداية السنة الدراسية الجديدة. انتوا والأساتذة كلهم الموجودين معاكم، وإن شاء الله تكون سنة جديدة لكل اللي داخلين الكلية جديد، ولكل بقى لهم سنة أو سنتين أو ثلاثة في الكلية، أو حتى الأساتذة وزمايلي. سنة جديدة وحلوة وكلها نجاحات وتحقيق أماني كتير، كلها في الخير إن شاء الله. أبي طبعا بعد التهنئة الجميلة دي، قبل ما ابتدي اتكلم اعرف نفسي. انا اسمي مهند، انا خريج قسم الباي تكنولوجي سنة 2010. محمد امام كان بعت لي على الفيسبوك وسألني، ان طلب مني ان انا اعمل فيديو. هما تقريبا بيجيبوا شخص بعد ما خلص الكلية في كل مجال او شيء زي ده تقريبا، فهم عايزين حد يشتغل في البحث العلمي. قلت له طبعا اكون مبسوط جدا ان انا اعمل حاجه زي كده. فعلى الاساس ده هقسم الكلمه الصغيره بتاعتي ان شاء الله لثلاث حاجات. اول حاجه هتكلم الحاجات اللي انا عملتها عشان اوصل للمكان اللي انا فيه، سواء انا او غيري، زمايلي اللي اعرفهم اللي عملوا اللي وصلوا برضه لاماكن محترمه عالميا في البحث العلمي. بعدين هتكلم عن حاجات ان انا وانا قدكم، سواء في اي سنه من سنين دراستي في الكليه كان نفسي اتعلمها او كان نفسي اعرفها، ده كان هيساعد عليا كتير جدا في الدراسات بتاعتي دلوقتي. واخيرا هقول لكم على شويه نماذج غيري موجودين في خارجين البرنامج وموجودين في اماكن كويسه جدا، فان شاء الله يديكم امل ان انتوا تبقوا احسن مننا، ما تبقوش زينا، لان انتوا بقيتوا زينا يبقى احنا ما عملناش حاجه. طيب قبل ما اقول لكم انا ايه اللي وصلني انا فيه، طب انا فين دلوقتي؟ انا ابتديت الماجستير بتاعي، انا خلصت الكليه والفضل ربنا سبحانه وتعالى عينت في الكليه. بعدين ابتديت الماجستير بتاعي في دراسه البيولوجيا التطور evolutionary biology، كان برنامج محترم. سافرت فيه جزء منه قضيته في السويد، جزء قضيته في المانيا، جزء قضيته في فرنسا. يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمني، ودلوقتي بعمل الدكتوراه بتاعتي في ماكس بلانك انستيتيوت فور ديفلوبمنتال بيولوجي هنا في ألمانيا، اللي بيعتبر من أحد الأماكن الرائدة في دراسة الديفلوبمنتال بيولوجي أو البحث العلمي عامة كماكس بلانك انستيتيوت. طيب إيه الحاجات اللي أنا عملتها أثناء دراستي وبعد دراستي اللي خلتني أنا وغيري نوصل للمكان اللي إحنا فيه ده بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى؟ أول حاجة إن أنا ما كنتش بذاكر، والحمد لله ربنا كان بيكرمني في التفوق علشان اجي اعمل الفيديو ده، ولا علشان اجي المكان ده، ولا علشان اتعين في الكلية. انا كنت بذاكر علشان انا حابب اتعلم. اول حاجة اعملوها حبوا العلم، اعرفوا قيمة الجمال اللي انتوا بتفهموه. مش معنى ان يمكن تيجي اوقات صعبه شويه في ظروف المذاكره، او مثلا محاضرات تقيله شويه، او محاضرات تحس ان هي غلسه عليك شويه، ان انت ما تحبش المنهج نفسه او ما تحبش العلم نفسه. ذاكر علشان تتعلم، هتلاقي كل حاجه سهله، لان انت بتذاكرش علشان تتفوق، بتذاكر عشان تتعلم، والتفوق هيجي والنجاح هيجي. انا فاكر مره كان عندنا ماده اسمها مولكيولر بيولوجي، كنا بناخدها في قسم الكيمياء، كانت في سنه ثالثه تقريبا لو انا فاكر صح. كان عندنا قبل الامتحان الفاينل، كان عندنا جدول امتحان، كان عندي امتحان الفاينل يوم ونص او حاجه زي كده. وكان ساعتها الدكتور اللي بيدينا الماده كان مدينا ريفرنس وقال لنا يعني ذاكروا منه، محللنا بعض الصفحات كان ذاكر منه. فانا كان قدامي حل من اتنين، انا وعندي وقت قليل، يا اما ان انا اعمل زي معظم الناس وابص على امتحانات السنين اللي فاتت والاسئله اللي هو جابها واذاكر الاسئله دي واخش بيها، او ان انا استمتع بهذه الرحله العلميه. فقررت ان انا استمتع، قررت ان انا امسك الصفحات اللي هو قالها واذاكرها، اقراها الاول افهمها. ومش معنى ان انا بقول لك ان انت تستمتع ان انت ما تذاكرش، ان في ناس للاسف بيقول لك انا بحب العلم ويفشل جدا في دراسته. لا، لازم تعرف ازاي برضو تنجح في المنظومة اللي انت فيها. قعدت اول نص يوم تقريبا قريت، بعدين بقيت النص التاني، نص التاني
قعدت اترجم، بعدين قعدت اذاكر وارسم، ارسم المذاكره مش ارسم بره المذاكره، وانا مبسوط وانا عايز اتعلم. فوجئت ان انا في الامتحان بتاع اخر السنه كان جات اسئله كتيره جدا، لقيت نفسي برسم رسومات من الموجوده في المرجع من جوه الدكتور قاله لنا ومن بره الدكتور قاله لنا. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى خلاني اجيب 60 من 60 في الماده دي في الفن. فتعلموا للعلم مش علشان حاجه تانية، وفي نفس الوقت تعرفوا ازاي تنجحوا في المنظومه التعليميه اللي انتوا فيها. فاول حاجه اتعلم للعلم، تاني حاجه اجتهد. في مقوله يعني هترجمها باللغه العربيه دي بتقول الاجتهاد بيغلب الموهبه، حتى لو حد ذكي جدا 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 طول ما انت مجتهد ربنا ما بيضيعش اجرك وما بيضيعش عملك وبيديك. فاجتهدوا، وبما ان ربنا ما بيضيعش عملك يبقى توكل على الله. اتعلم العلم، اجتهد، توكل على الله سبحانه وتعالى وهو هيكرمك. بسط الامور. رابع حاجه، في اينشتاين بينسبه ليه كلمه يعني هتلاقوها على الفيسبوك، ان لو ما عرفتش تشرح حاجه انت فاهمها لطفل صغير في ابتدائي يبقى انت مش فاهمها كفايه، فيما معناه ان انت ما قدرتش تبسط المعلومه اللي انت عارفها بشكل كافي يبقى انت مش فاهمها بشكل كافي. فبسطوا الامور على قد ما تقدر، بسطوها في ورقه الاجابه، بسطوها مش معنى بسطوها ان انتوا تكتبوا قليل، بسطوها يعني اكتبوها بشكل بسيط في ورقه الاجابه، بسطوها وانتوا بتشرحوا برزنتيشن، بسطوها وانتوا بتتكلموا زمايلكم، بسطوا المعلومه. لما تيجي تذاكر حاجه قسمها النقط وبسطها هتلاقيها سهله جدا. واخر حاجه ما تخافش من الغلط، ما تخافش ان انت تسال سؤال، ما تخافش ان انت تجاوب على حاجه ويطلع اجابتها غلط، ما تخافش ان انت تفكر. البحث العلمي مبني هنا على الارجيومنتس او الجدالات. لو انت ما عندكش ارجيومنت قويه، لو ما عندكش حجه، اسف الترجمه افضل تكون حجه، لو ما عندكش حجه قويه مش هتعرف تنجح في المجال اللي انت فيه. وعشان يطلعلك حقوق قوية لازم تكون أول حاجة تفكيرك منطقي، وتاني حاجة مش خايف إن أنت تغلط عشان تعرف بعد كده تتعلم وتفكر صح. محدش ما غلطش، أكبر العلماء في الدنيا غلطوا، أكبر الدكاترة في أكبر الناجحين في أي مجال في الدنيا غلطوا، فما تخافوش من الغلط. يبقى الخمس حاجات دول إن شاء الله تعلموا للعلم مع النجاح في المنظومة اللي أنتوا فيها، اجتهدوا، توكلوا على الله سبحانه وتعالى، ما تخافوش من الغلط، وبسطوا الأمور. طيب ايه بقى الحاجات ان انا وانا قدكم كان نفسي اتعلمها؟ هي كانت سهل عليا كتير جدا. كان نفسي احسن نفسي في مجالات مختلفة علمية، يمكن انت تحس دلوقتي وانت بتدرس ان هي ما مش لمسة اللي انت بتعمله او مش في اللي انت عايزه، بس في مجال البحث العلمي دي مهم جدا. اول حاجة برر الحاجات دي، حسن لغة العلم هي اللغة الانجليزية، فلازم تحسن نفسك في اللغة الانجليزية كويس جدا. لازم على قد ما تقدر تكون بتعرف تتكلم انجليزي، بتفهم انجليزي، لما تيجي تقرا حاجه تكتب بشكل يخلي اللي قدامك فاهم انت عايز ايه الرساله انت عايز توصلها من انت بتكتب. حسنوا نفسكم في اللغه. في كلمه دايما بتقول ان من البيان لا سحر، لو انت حتى ان البيان لا سحر معناها ان ممكن اسلوب الكلام او اللغه اللي انت بتتكلم بيها حتى وان كان الكلام المحتوى نفسه ضعيف يكون اسلوب اللغه ساحر فيخلي اللي قدامك يقتنع باللي انت بتقوله، فمهم جدا تتعلم اللغه. طيب ايه الحاجات اللي كان نفسي اتعلمها؟ واحد، اتعلموا تفاضل وتكامل كويس جدا، كالكولس، لان في جزء جديد من العلم اسمه الماثيماتيكال موديلنج، ده داخل في كل حاجه. انت تعمل نماذج رياضيه لاي حاجه انت مش عارف تختبرها في المعمل، فما يكون فاهم ده شيء ممتاز. تاني حاجة اتعلموا statistical analysis، اتعلموا تحليل إحصائي، لأن محدش بيقدر يوري الناس الشغل بتاعه من غير ما يكون بيريبريزنتو أو بيقدمه أو بيعرضه بشكل أرقام. وده سهل جدا لما الحاجة تكون مش فاكر، قلتلكوا بسطوا الحاجة، لما الحاجة تكون مبسطة على شكل أرقام بتوصل على طول للي بيسمع. فأي حد عايز ينجح في مجال البحث العلمي لازم يكون فاهم ازاي يتعامل مع تحليل النتائج بتاعته بشكل رقمي اللي هي statistics، عشان توصل في الآخر للاستنتاج اللي هو عايز يوصله للمستمع دي. يبقى واحد، اتعلموا calculus على قد ما تقدروا كويس، اتعلموا statistical analysis كويس، اتعلموا biochemistry كويس، كيمياء حيوية.
كل التفاعلات اللي احنا بندرسها في المعمل في اي علم مهما كان في كلمة حياة داخل في كيمياء حيوية، فتعلموها كويس جدا جدا وفهموها كويس قوي. ولو جالكوا وقت اتعلموا لغة من لغات البرمجة. دلوقتي ال البرم ال 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 الكمبيوتيشنال اناليسيس وال انا ناسي نسيت الكلمه بالعربي، استخدام الكمبيوتر والحاسبات في تحليل المعلومات وفي ايجاد العلاقات ما بين المتغيرات، الجمله الكبيره دي، ايجاد العلاقات ما بين الحاجات اللي انت بتدرسها، بيوفر عليك وقت ومجهود كبير. معظم الاماكن البحثيه العاليه عندهم فاسيليتيز او منشآت ضخمة جدا في ليها فيها كمبيوترات كتيرة جدا، يعملوا بروسيسنج للداتا اللي بتطلع لهم، وبالتالي بيبقى عندهم داتا كتير ونتائج كتير، وبالتالي بيتقدموا في البحث العلمي. في لغتين برمجة مشهورين جدا بتوع البيولوجي، لغة اسمها بايثون ولغة اسمها بيرل. الاتنين مش لغات قوية جدا زي جافا او خلافه، لا دول لغات احنا ممكن نستخدمهم، وحاجة اسمها يونكس. اتعلموا الحاجات دي على قد ما تقدروا. انا لو كنت في سنكم وكان حد قال لي ان انا اخد بالي من الحاجات دي، كان هيوفر عليا وقت كتير جدا في ان انا بتعلم الحاجات دي بشكل افضل دلوقتي. في منهم انا كنت خدته في الكليه زي كالكولس وستاتستيكال اناليسيز، في حاجات كنت خدتها في الكليه وتعلمتها الحمد لله في الكليه بشكل كويس بحس نفسي فيها دلوقتي، في حاجات بتعلمني اول وجديد دلوقتي. فانتوا حاولوا، عندكم النت، عندكم اساتذه، عندكم كويسين جدا، عندكم في الكليه، عندكم النت في كل حاجة، عندكم اتعلموا. طيب كده 5 حاجات تعملهم عشان إن شاء الله توصل تبقى أحسن من أي حد فينا نجح في البحث العلمي. كام حاجة برضو تتعلمهم كويس عشان تبقى برضو أحسن مننا. إيه النماذج اللي بره اللي موجودة اللي ناجحة؟ عندكم في نموذج اسمه دكتور أحمد عبد الصمد، ده خريج برضه نجاح بايو تكنولوجي، خلص الماجستير بتاعه في ماكس بلانك مولكيولر بيولوجي، بعدين عمل دكتوراه في ماكس بلانك فور بلانت بريدنج، اشتغل على حاجه اسمها الايبي جيناتكس او العوامل فوق الوراثيه، وخلص بي اتش دي بتاعته دلوقتي. عندكم واحد اسمه احمد السحيمي، ده عامل الماجستير بتاعه في كندا، ابتدى الماجستير بتاعه كومبيتيشن اناليسيس حاجه ليها علاقه بانفورماتكس، بعدين دلوقتي في الدكتوراه في جامعه كبيره جدا في كندا، شغال على حاجه ليها علاقه بعلاج مرضى السرطان، وبيروح مستشفيات، ودي برضه احتمالات ممكن تشتغلوا فيها. عندكم برضو محمد الحديدي، محمد الحديدي خريج القسم برضو، اشتغل ماجستير باي انفورماتكس، كان في مناهج اراسموس برضو، كان بيسافر كذا دوله في اوروبا، دلوقتي موجود معايا في نفس المدينه في توبنجن هنا. خلاص هيخلص الدكتوراه بتاعته كمان ان شاء الله شهرين ثلاثه عشان مش عايز انسى حد. برضو عندكم ولي، عمل الماجستير بتاعه حاليا، هو في الدكتوراه بتاعته حاليا موجود في برلين على ما اظن، شغال في حاجة علاقة بالنباتات والهورتيكالتشر. عندكم عبد المرضي، دكتور حنان عبد المرضي، أو دكتور ولي برضه طبعا، دكتور حنان عبد المرضي خلاص الماجستير بتاعه في السيل سايكل، كان في هولندا، وهو مهتم جدا بقضية السرطان والدرس ده ليه علاقة بمقاومة مرض السرطان. عندكم هشام جبريل، ده برضه خلص عمل الماجستير بتاعه في إيطاليا ودلوقتي في باخنجن في هولندا شغال على فيروسز. انا خلصت الماجستير بتاعي في الايفولوشنري بيولوجي، بيولوجيا التطور، وحاليا شغال حاجه اسمها انتجريتيف ايفولوشنري بيولوجي، ان انا شغال ديفلوبمنتال بيولوجي مع ايفولوشنري بيولوجي مع بايو كيمستري، مجال يعني حاجه اسمها ايفولوشن اند ديفلوبمنت، مجال كده اسمه ايفولوشن اند ديفلوبمنت انا شغال فيه دلوقتي. عندكم برضو عشان البنات، في عندكم برضو دكتوره مروه عملت الماجستير بتاعها في امريكا وحاليا بتعمل الدكتوراه بتاعها في الدنمارك، خريجه القسم برضه. ده غير طبعا الدكاتره زمايلنا اللي موجودين في الاقسام المختلفه في مصر، خريجين القسم، بيعملوا بحث علمي برضه، وخلافه اللي موجودين في مراكز البحث اللي موجوده في مصر. يا رب ما اكونش بس ناسي حد، في ناس كتير بس انا حاليا هدهد موجود، هدهد وايمن موجودين حاليا في كاوست السعودية، دي برضه يعني من أكبر الجامعات الموجودة عالميا، والاتنين عملوا ماجستير، أيمن عمل ماجستير بتاعه في الجامعة الأمريكية، وهدهد مش متذكر هدهد فين بصراحة، بس أيمن في الجامعة الأمريكية. وفي ناس كتير، يحيى برضه واحد اسمه يحيى، عمل برضه الماجستير بتاعه في البرتغال وبلجيكا، وحاليا في الدكتوراه.
ففي نماذج كتيرة جدا، أي حد عايز ينجح في البحث العلمي ربنا معاكم وربنا يوفقكم. ما تخافوش، اتبسطوا بالرحلة العلمية اللي انتوا هتعيشوها، اتبسطوا بال4 سنين بتوع الكلية، ان دول من أحلى أيام حياتكم. وإن شاء الله نشوفكم في أحسن أماكن، وربنا ميضيعش عمل أي حد مجتهد، وكل سنة وانتم طيبين. انتوا أساتذتي اللي موجودين وزمايلي طبعا، وإن شاء الله نشوفكم على خير بقى في مصر أو بره مصر. يلا سلام عليكم، وادعوا لنا. سلام، ادعوا لي يعني، ادعوا لنا كلنا.